مسك الهوا، جمهور الزمالك مسك الهوا، مسك الهوا حرفيا. واللي مسكوا الهوا هو مجلس الاداره اللي خد قرار ما حدش فاهمه لحد النهارده، والاجيال الجايه على مر سنين طويله هيسالوا التساؤل ده: لماذا اتخذ مجلس حسين لبيب قرار بالانسحاب قدام النادي الاهلي؟ هيفضل هذا السؤال محل دهشه الاجيال القادمه لمده 200 300 سنه قدام، لابد الابدين. هيسال كل الاجيال اللي هتتولد من جماهير نادي الزمالك: لماذا اتخذ كابتن حسين لبيب ومجلسه هذا القرار غير مدروس؟ وازاي انت عامل سندوتش في هنا رغيف عيش وهنا في رغيف عيش وفي حته سوسيس في النص؟ او ده اللي حصل حرفيا. ماتش فاركو ادي الرغيف اللي تحت، وماتش سيراميكا ادي الرغيف اللي فوق، وفي الوسط حته السوسيس اللي هو ماتش الاهلي والزمالك. فسبحان الله، تقول انا ماليش نفس اكل، ماليش نفس اكل، فتقوم واكل الرغيف اللي تحت اللي هو ماتش فاركو، وتاكل الرغيف اللي فوق اللي هو ماتش سيراميكا، وتقوم سايب حته السوسيس. يعني انت متخيل؟ ما ده اللي حصل. انا ماليش نفس اكل، طب انت اكلت ليه العيش اللي فوق واللي تحت؟ حاجه قمه الغرابه، بتاكل الرغيف من فوق وتحت، وحته اللحمه الجميله اللي بتبرق سايبها ليه؟ علشان انت مالكش نفس. طب يا حبيبي، اللي ملوش نفس ما بياكلش السندوتش كله، لا اللي فوق ولا اللي تحت. ده بالعكس، اللي عايز يتسلى دايما كده يجي يقول لك ما تاكلش عيش. طب خد حته السوسيس كلها، نقنق فيها، نقنق فيها، ده مليانه بروتين كله، وخلي الناس كلها تتفرج عليك، ده ماتش احتفالي وما يتقالش عليك انسحبت. لكن لاغرب قرار في التاريخ، تلعب النهارده سيراميكا وتلعب قبله فاركو، واللي في النص ماتش الاهلي، لا انت، انا منسحب، منسحب من الدوري في ماتش الاهلي فقط. فاغرب قرار هيفضل التاريخ يتكلم عنه. نخش على نقطه ثانيه، ويا ريت لايكات بعد اذن حضراتكم. حاجه غريبه جدا برضو حصلت وما زالت بتحصل، لعيبه نادي الزمالك واحساسها. انا تخيلت ان مصطفى شلبي لما يسجل الهدف الاول هيروح على جماهير نادي الزمالك او لعيبه الزمالك كلها، تروح على المدرجات الخاويه اللي فيها تقريبا خمس ست افراد، ويقولوا للجمهور او المدرجات الفاضيه حقكم علينا. ده مفروض، ولكن لا حياه لمن تنادي. اللعيبه سجلت الجون احتفلوا احتفال الفرحانين المبسوطين، ولا كان المدرجات لها قيمه، عادي جدا. تخيل في اي مكان في الدنيا الكلام ده لو كان حصل، كان ايه مفروض رد الفعل؟ اضرب لك مثل على الاهلي ولا دايما سيره الاهلي بتضايق؟ لا انا هضرب لك مثل على الاهلي تحديدا. في موضوع نرجس ونورهان عليهم رحمه الله، محمد مجدي قفشه راح جري على الجمهور وقال لهم انتوا على راسنا. اللعيبه كلها لبست شارات سوداء، وقفوا دقيقه حداد. مجلس الاداره تعامل مع الموقف بشكل كبير، مجلس الاداره راح زار اهل البنتين. على الناحيه الثانيه لعبه زمالك يوميها برضو لما احنا كنا بنلعب مع فاركو ولا حصل اي حاجه، ولا اللعيبه مثلا وقفت تعتذر ولا تقول اي حاجه، ولا في شارات سوداء ولا في دقيقه احداد ولا في صوره للولد اللي هو الله يرحمه علاء، مش اي حاجه خالص نهائي. نفس النظام النهارده، وكان النادي دوت متقسم، اللعيبه بتلعب لنفسها مش للجماهير. في ظل ان النهارده لاول مره التراس وايت نايتس جمهور في المدرجات، شباب الزمالك او جمهور الزمالك، خلينا نقول بلاش نقسمهم، يعني جمهور الزمالك بيعلن ان هو مش هيحضر وما حضرش ولا فرقه ولا راحوا للمدرجات، حقكم علينا ولا انتوا على راسنا ولا اي حاجه، طب احنا اسفين، طب ما فيش اي شعور باي حاجه خالص. حاجه غريبه جدا حتى مع مر الاهداف بالكامل. فالحاجات دي يا جماعه تؤكد ان هذا النادي ولاعيبته في عالم سمسم تماما تماما يعني، ومجلس اداره في عالم سمسم، ولا احد يبالي بهذه المشاعر الحزينه لاول مره في تاريخ نادي الزمالك. ولو سالت اي مشجع زملكاوي الشعور اللي عنده، والله العظيم اول مره يمر على شعور زملكاوي على مر التاريخ. سيبك انت من اي حقبه، نقي اي حقبه انت عايزها، مستحيل تلاقيها زي الحقبه ديت او زي الشعور اللي وصل النهارده تحديدا. فيعني طب ردوهم، طب البسوا تيشيرت يا راجل تحت جمهور الزمالك انتم في قلوبنا، يعني اي حاجه يا راجل، صالحوا جماهيركم بكلمتين يا راجل، يعملوا اي لقطه تهدوا فيها الناس، اي عرفان بالجميل للجماهير اللي واقفه معاكم، اي كلمه اسف، اي كلمه طبطبه، اي كلمه مدويه، قولوا حاجه، اي حاجه، قول بحبك، قول كرهتك، قولوا ما يهمكش، قول اي حاجه. لا تيشيرت تحت ملبوس ولا اعتذار ولا راحوا للمدرجات، انتوا عايشين لنفسيكم، عايشين لنفسكم في النادي ده، عايشين لاهدافكم
ولا حاسين بمشاعر جماهير ولا بحزن ولا بفرح. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ والواحد في الاخر بيقعد يسال هو انت ليه بتزق ايه؟ انا بشوف حاجات غريبه، والله بشوف حاجات غريبه ما بشوفهاش غير هنا في المكان ده بس. اعتذروا للجماهير، قولوا كلمه. الناس اللي بتقول ليه ده يا جماعه، انا بشوف حاجات غريبه يا جماعه، يا جماعه انا صعبان عليا اشوف، انا رغم خلافاتي مع جابر نادي الزمالك انا متضايق عشانهم. والله العظيم متضايق عشانهم، وانا ماليش مصلحه اهو ولا عايز حاجه، اقسم بالله متضايق عشانهم، انا حاسس بيهم. طب هما مقموصين، طب ما تردوهم بكلمتين، طب ما تلبسوا تيشيرت. هيفضل المشجع هو اهم حاجه في اي نادي في الدنيا، في الاهلي وفي الزمالك وفي الاسماعيلي وفي اي مكان، المشجع هو المحرك رقم واحد.